ترأس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع الخامس للجنة وزراء العمل ولجنة وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يعقد في سلطنة عمان الشقيقة بمشاركة وزراء العمل ووزراء التنمية والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون. وأكد حميدان أن مشاركة مملكة البحرين في هذا الاجتماع تأتي انطلاقا من حرص المملكة على تطوير العمل الخليجي المشترك ودفع مسيرته عبر تعزيز التعاون وتبادل وتعميم التجارب الناجحة في قطاعاته المختلفة، مشيرا إلى تطلع دول المجلس إلى تحقيق تنمية مستدامة، وذلك من خلال تعاون وتوحيد جهود وزارة العمل ووزارات التنمية والشؤون الاجتماعية في مواجهة مختلف التحديات والمتغيرات الاقتصادية والتنموية على المستويين الإقليمي والعالمي. وقد بحث اجتماع وزراء العمل بدول الخليج عددا من القضايا المشتركة، في مقدمتها متابعة تنفيذ برامج العمل الخاصة بزيادة فرصة توظيف الموارد البشرية الوطنية ودعم سياسات وبرامج توطين الوظائف في الدول الأعضاء وآليات تحويل الأنظمة والقوانين الاسترشادية إلى أنظمة وقوانين وطنية في إطار تعزيز العمل المشترك في المجالات.